قيمة هذه الشعبة الاستراتيجية الجاد حلول مبتكرة من قفزة نوعية، وهذا بتضافر جهود الجميع والمشاركة القوية. البنك الوطني الجزائري مؤخرا وضع في السوق منتوج الفلاحة والصيد وتربية المائيات. هذا المنتوج يساهم في تمويل الفلاحين على مختلف النشاطات الفلاحين على المستوى المحلي أو المركزي. وحنا هنا اليوم في هذا اليوم الدراسي لتحسيس وتوضيح هذا المنتوج الجديد الذي وضعناه خصيصا للفلاحين بمرافقة يعني تأمين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. يعتبر الصندوق كأول شريك ومرافق لهذا الفلاحين خاصة في التأمينات الفلاحية، والصندوق بدر في هذه السنوات الأخيرة بعصرنة التأمينات الفلاحية. والنقطة الثانية الهامة هي كيفية تسيير الأخطار، ونعرفوا الفلاحين خاصة اللي بداوا يروحوا في مرحلة صعيبة خاصة ضد الكوارث الطبيعية، لازم لهم شريك اللي يقدر يرافقهم، اللي يعطيهم كل المعلومات، يعطي لهم كل النصائح مع الخبراء وكل معاهد التقنية اللي تابعة لوزارة الفلاحة، باش يقدر يكمل المنتوج تاعو مرتاح البال.